صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، راعية الحفل، حفظكم الله. معالي الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، وخير ما نبدأ به آيات طيبات من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. يأتي حفلنا هذا الذي يقام في الموقع الجديد لنصب المرأة التذكاري أثر، والمتزامن مع الذكرى الوطنية ليوم المرأة البحرينية، لتكريم عدد من الأعمال المتميزة التي استطاعت أن تحقق أثراً طيباً في خدمة قضايا المرأة والارتقاء بمكانتها. ولا يفوتنا هنا أن نعرب عن امتناننا واعتزازنا بما تبذله صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، من جهود كريمة وكبيرة أثمرت عن نموذج متميز تعتز به بلادنا على صعيد تقدم المرأة البحرينية. اسمحوا لي سموكم أن أدعوكم لإلقاء كلمتكم الكريمة لافتتاح حفلكم المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بداية بضيوفنا الأعزاء وبالحضور الكريم، ونحمد الله على عودة تواصلنا ولقاءاتنا كما العهد بها، ويسعدنا أن نلتقي بجمعكم الطيب، والبحرين تستعد للاحتفال بأجمل أعيادها الوطنية. ونتقدم بهذه المناسبة بأخلص تهانينا لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولكم جميعاً بقدوم الذكرى السنوية ليوم المرأة البحرينية الذي يحل علينا هذا العام ببشائر الخير والإنجازات المباركة التي أسعدت جميع أهل البحرين، حيث سجلت المرأة من خلالها موقعاً متقدماً وأداءً باهراً وحضوراً لافتاً في أعلى المناصب القيادية. وهذا أمر غير مستغرب للمرأة البحرينية التي شهدنا ونشهد لها أنبل المواقف الوطنية على مر التاريخ وحتى يومنا الحاضر، سواء من خلال دورها في رعاية أسرتها أو في خدمة وطنها من كل موقع من مواقع العمل، أو بمساهماتها التطوعية النبيلة
لتلبية احتياجات مجتمعها. إن تواجدنا معكم اليوم لافتتاح هذا الصرح الذي نسجله باسم المرأة البحرينية لهو اجتماع مبارك بحضوركم، وإننا على ثقة بأن لكل فرد منكم عطاءه الخاص والمتميز في نطاق عمله ومسؤولياته، ويعمل جاهداً لبذل المزيد وتقديم الأفضل لمستقبل أجيالنا الواعدة. كما أنها لفرصة طيبة نتوجه فيها بالشكر الجزيل والامتنان العميق لكل المؤسسات والشخصيات الحريصة على دعم أعمال المجلس الأعلى للمرأة، والذي نعتز بمساهماتهم واهتمامهم، وتسعدنا رؤية أثر ذلك على حياة المرأة البحرينية في كل مراحل عطائها. وتهانينا وتبريكاتنا لجميع الفائزين في هذا الاحتفال، والتي توضح لنا خلاصة تجاربهم بأن التزامهم برسالتهم هو السبيل لبلوغ الهدف المأمول، وأن طريق التفوق يبدأ دائماً بخطوة وبعزيمة صادقة، داعين الله القدير أن يديم عليهم النجاح لكل ما يسعون له من خير ونفع. كما يطيب لنا أن نتوجه لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقديرنا الكبير على اهتمامهم ومساندتهم لجهود البحرين في مجال تقدم المرأة، وكلنا حرص على مواصلة التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة المرأة في كل مكان. وختاماً، نبارك السعي الحثيث لكل من اجتهد في تنفيذ هذا المشروع الذي بدأ قبل 5 أعوام كفكرة، وتحول اليوم إلى صرح وطني بأيادي شبابية، تكريماً لجهود نساء الوطن العزيزات، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً صاحبة السمو، ونسأل الله أن يسدد خطاكم ويبارك في جهودكم الكريمة لرفعة المرأة البحرينية. والآن تتفضل ضيفة البحرين الكريمة معالي الدكتورة سيما بحوث بإلقاء كلمتها. صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظك الله، صاحبات وأصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف أمامكم اليوم على أرض مملكة البحرين الشامخة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله ورعاه، ولا بد من وقفة شكر وتقدير لجلالته على رعايته ودعمه لكل ما تحقق للمرأة البحرينية من تقدم ورفعة. فمنذ تولي جلالته العهد في عام 1999 شهدت المرأة في هذه المملكة قفزات نوعية، وأصبحت قصة نجاحها اليوم مصدر إلهام لكثير من الدول في المنطقة. كما أتقدم بالشكر الجزيل للمجلس الأعلى للمرأة وعلى رأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين المعظم، والتي تابعت هذا الملف الهام ووقفت على كل تفاصيله ليصل اليوم لما نراه من تقدم ونجاح. شكرا لك صاحبة السمو الملكي. والشكر موصول أيضا لسعادة الأخت الفاضلة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس، وأيضاً لكادري عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة للدعوة الكريمة
وإتاحة فرصة لمشاركتنا والجميع في حفل منح وتكريم جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم العالمية لتمكين المرأة في دورتها الثانية، وذلك ضمن احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية 2022، مقدرة لكم حفاوة الاستقبال والضيافة وحسن الإعداد والتنظيم. ونبارك لكم إنشاء نصب المرأة البحرينية أثر الذي يجسد تاريخ وعطاء المرأة البحرينية. الحضور الكريم، تتوالى الشراكة الوطيدة والمتنامية بين مملكة البحرين والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، لا سيما هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من منطلق النهج والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة بمملكة البحرين والداعمة للمرأة وتمكينها. فلطالما كانت مملكة البحرين نصيراً قوياً وشريكاً بارزاً في إحراز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة طموحة وشاملة للتنمية العالمية، ولا سيما الهدف الخامس المعني بتمكين المرأة، والذي يعد أولوية دولية ورافد مهم للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وفي حين أن تحقيق هذا الهدف يشكل تحدياً لجميع دول العالم، فإن الخطوات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين مؤخراً في مجال دعم المرأة تعكس تقدم المملكة تجاه تحقيق هذا الهدف. وأثمن في هذا الصدد قصص النجاح هذه والمساعي الدالة على الجهود والخطوات البارزة التي تم القيام بها على المستوى الوطني بقيادة المجلس الأعلى للمرأة وقيادة صاحبة السمو، وبالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية نحو تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص لتحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين. وفي ذات السياق، أود أن أهنئ مملكة البحرين على نجاح الدورة الثانية من جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة، وأتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء هيئة التحكيم الدولية الموقرين وأعضاء فريق المجلس الأعلى للمرأة وفريق مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية على جهودهم المبذولة من أجل إنجاح وتحسين أهداف ومتطلبات الجائزة في دورتها الثانية. وأشيد في هذه المناسبة بالإقبال الكبير الذي حظيت به النسخة الثانية من الجائزة العالمية لتمكين المرأة، خاصة وأن نسبة زيادة المشاركة بلغت ما يقارب 31.04% مقارنة بالنسخة الأولى، مما يؤكد نجاح الجائزة لتكون منصة مهمة لاستقبال المبادرات المتميزة والمؤثرة على كافة المستويات من قبل الكفاءات النسائية في جميع أنحاء العالم وإبراز قصص النجاح الملهمة. الموضوعات الفائزة هذا العام جاءت من مصر وأوغندا ونيجيريا والبرازيل، وتضمنت جهوداً ريادية في مجالات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات بكافة أشكاله، في حقوق المرأة ومساندة الرجال في تحقيق المساواة والتوازن، وفي مكافحة الفقر وأثره الإيجابي على المرأة والأطفال والأسرة، وأهمية الطاقة النظيفة ودور المرأة في مجابهة تغير المناخ وريادتها في الاقتصادات الخضراء والزرقاء. الحضور الكريم، إن من الجوانب التي تستحق الإشادة ما حققته المرأة البحرينية على مدى عقود من منجزات متواصلة، كان آخرها رفع تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الجديد إلى 5 وزيرات ووصول 8 نساء إلى القبة البرلمانية في انتخابات حرة جسدت متانة التجربة الديمقراطية ومدى الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، إلى جانب ارتفاع نسبة مشاركة المرأة البحرينية هذا العام في القطاع الحكومي إلى 56% وفي القطاع الخاص إلى 35%. وبوجود مثل هذه الأمثلة الحية للقيادة النسائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي،
فإن مستوى تقدم مملكة البحرين يضعها في موضع لائق لمشاركة تجربتها إقليمياً ودولياً حول كيفية الدفع بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بوتيرة سريعة من أجل العودة إلى المسار الصحيح بحلول 2030. وأغتنم هذه الفرصة أيضاً لأهنئ مملكة البحرين بحصولها على المرتبة الأولى في تحقيق التكافؤ بنسبة 100% في معدل معرفة القراءة والكتابة وفقاً لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصولها على المرتبة الثانية عربياً وال35 على مستوى العالم وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن مؤشر التنمية البشرية الصادر عام 2022 بتسجيلها أداءً مميزاً في مجال التعليم. وقد بلغت مملكة البحرين مرحلة متقدمة من العمل كما ذكرنا لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم وإدماج احتياجات وتطلعات المرأة لتواصل تقدمها على كافة الأصعدة. فكانت الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والمرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين. الحضور الكريم، لقد أخبرنا التقرير الصادر مؤخراً عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول الوضع العالمي في مجال تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة أن الطريق أمامنا ما زال طويلاً، وأن إلغاء القوانين التمييزية عالمياً سيستغرق ما يقرب من 300 عام، وأكثر من 100 عام نحتاجها للوصول إلى التكافؤ في القيادة النسائية. أعتقد أنكم جميعاً تتفقون معي أنه ليس لدينا الوقت للانتظار كل هذه المدة، ونتطلع إلى أن تتمكن البحرين في المرحلة المقبلة من سد جميع الفجوات المرصودة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس، وهي في طريقها لتقديم نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم. وإننا في هيئة الأمم المتحدة للمرأة نؤكد حرصنا الدائم على دعم جهود مملكة البحرين والمجلس الأعلى للمرأة التي تسهم في تطور وارتقاء وضع المرأة، ونثمن مساعي المملكة في مواءمة مبادراتها وسياساتها واستراتيجياتها الوطنية مع مبادئ الأمم المتحدة واستراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، والذي يجعلها في مصاف الدول التي يحتذى بها بالالتزام الدولي تجاه برامج ومبادرات تمكين المرأة ومتابعة تقدمها من خلال المشاركة والتنافسية العادلة وصولاً للتنمية الشاملة. وختاماً، فإننا نتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتفعيل دور أكبر للمكتب التمثيلي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة هنا في البحرين، والاستمرار في تقديم كل ما يلزم لتحقيق المأمول، متمنيين لكم جميعاً مزيداً من التوفيق والنجاح في صنع وإدارة التقدم والنجاح في مجالات تمكين المرأة ومشاركتها على كافة الأصعدة. وشكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر لمعالي الدكتورة سيما بحوث. الحضور الكريم، أطلق المجلس الأعلى للمرأة عدداً من الجوائز والمبادرات التي ساهمت بلا شك في تعزيز موقع المرأة في صنع القرار، ودعمت رائدات الأعمال البحرينيات الشابات، وأحدثت حراكاً إيجابياً على مستوى حضور المرأة بوصفها مبادرات وطنية بأفق عالمي. تطلعون الآن على بعض تفاصيلها في هذا الفيديو التعريفي. في يوم المرأة البحرينية وما تحمله هذه المناسبة الوطنية العطرة،
من بواعث الفخر والاعتزاز. أتوجه بخالص التهاني وعميق العرفان لمن ساهمت في البناء والتي لم تغب يوما عن ساحة العمل والعطاء على مر التاريخ وصولا ليومنا الحاضر، فقد أنارت بمصابيح العلم طريق نهضتنا وحصنت بإرادتها المستقلة سياج وحدتنا، فهي من قرأت وتعلمت وشاركت فصنعت مجد وطني. سنحرص من خلال تشاورنا وتواصلنا المستمر مع المنظمات الأممية أن نروج لمخرجات هذه التجربة على قرار تجربتنا في تطوير جائزة وطنية
تهدف إلى تشجيع مؤسسات العمل على تقدم المرأة واستدامة عطائها. والآن تتفضل سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري بتقديم كلمتها بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة السمو الملكي، رعية الحفل، حفظكم الله، معالي الأخت العزيزة الدكتورة سيما بحوث، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلعتم قبل قليل على مادة فيلمية حول باقة الجوائز والمبادرات التي يخصصها المجلس الأعلى للمرأة لتكريم وتقدير أصحاب الإنجازات المؤثرة التي تأخذ مسألة التمكين ومتابعة تقدم المرأة على محمل الأهمية. وبحسب المرصود فإنه يتبين لنا بأن المنافسات على الجوائز في نسخها الحالية قد تجاوزت المنافسة العددية لتنتقل إلى مرحلة جديدة تتصف بالإبداع والابتكار والمرونة لإحداث التغيير الإيجابي المنشود على صعيد إدماج احتياجات المرأة في التنمية، وهو ما سنحرص على توضيحه على المنصات الإعلامية خلال الأيام القادمة. وكما تفضلتم سموكم قبل قليل فإن يوم المرأة البحرينية هذا العام يحمل دون شك طابعه الخاص بالنظر إلى الأداء الرفيع لنساء البحرين، والمحاط برعاية سياسية ومساندة وطنية. ومن أبرز تلك الإنجازات التي تحققت مؤخراً مشاركتها اللافتة في الانتخابات النيابية والبلدية، حيث بلغت نسبة النساء في المجلس النيابي 20% تقابلها ما نسبته 10% في المجالس البلدية. وقد حافظت المرأة كذلك على نسبة مشاركتها كناخبة التي رصدت عند 48%. تعيين 10 سيدات في مجلس الشورى بنسبة 25% ليبلغ تواجدها في السلطة التشريعية بغرفتيها ما نسبته 23%. كما سجلت المرأة تواجداً غير مسبوق في الحكومة بتعيين 5 وزيرات ضمن تشكيلها الصادر مؤخراً، وبنسبة تصل إلى 22% من إجمالي التشكيل الوزاري. واسمحوا لي نحييهم لأن كلهم متواجدين معنا اليوم. وننوه في هذا السياق بأن ما توصلت إليه المرأة البحرينية لتعزيز دورها في مواقع صنع القرار لم يأتي بأي شكل من الأشكال اعتماداً على سياسة الكوتا الإلزامية أو حتى المؤقتة، وإنما بتدرج طبيعي ومتسق مع تطور حضورها المبكر في البناء الوطني، وبقناعة شعبية وإرادة سياسية تجمعها إرادة التغيير الإيجابي نحو المشاركة العادلة والمتكافئة بين الرجل والمرأة. وهذا أمر عملتم من أجله سموكم منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، ولم تترددوا لحظة في حسم تلك المسألة وبرسالة صريحة بأنه من غير المنصف أن يتم التعامل مع مكون المرأة في الشأن الوطني على قاعدة الأقلية التي تنتظر حصتها لتمارس حقوقها، وإنما كمواطن كامل الأهلية يتمتع بذات الحقوق والواجبات الدستورية. ولا يفوتنا في هذا السياق الإشارة لبعض المستجدات الوطنية في القطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير السياسات الداعمة لتعزيز حضور المرأة فيها، لتكون بيئة العمل بيئة حاضنة للتوازن بين الجنسين ومراعية لمبادئ العدالة عند إتاحة الفرص الوظيفية والتدريبية، وبما يضمن الحفاظ على الخبرات المكتسبة دون أن يؤثر الاهتمام بالمسؤوليات الأسرية على التقدم الوظيفي. ونود الإشارة هنا إلى التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله،
حول مراعاة تمثيل المرأة ضمن مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والالتزام بالإفصاح عن إحصائيات العضوية بحسب الجنس، صدور قرارات بتشكيل لجان إشرافية لتكافؤ الفرص في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة كالقطاع المالي والمصرفي والنفط والغاز والتعليم العالي والقطاع الطبي لتفعيل سياسات التوازن بين الجنسين ومراقبة حسن تطبيقها وقياس فائدتها المباشرة على أداء تلك المؤسسات. وجميع تلك القطاعات لها إسهامات كبيرة في الاقتصاد الوطني، وتعظيم جانب مشاركة المرأة في مؤسساتها هو أمر ذو أهمية وأولوية كبرى. وإنه ليسعدنا قبل أن نختم بأن نتوجه بتقديرنا الخالص لأعضاء لجان التحكيم الدولية والوطنية الذين حرصوا على أن يأتي التكريم على قدر الجهد المبذول، ولا أغفل هنا عن تقديم خالص شكري وامتناني لمنسوبي الأمانة العامة للمجلس الذين أتشرف بالعمل بينهم على إنجازهم لهذا المشروع في وقته المحدد، وعلى سعيهم المخلص وتفانيهم في عملهم لرفعة بلادهم. وختاما تهانينا لجميع الفائزين، ويشرفنا أن نطلعكم بعد قليل وبشكل موجز على تلك التجارب الدولية والوطنية للتعرف على أبرز ما تتميز به ويسهم في صناعة نجاحها. واسمحوا لي أن أترككم الآن مع فاصل قصير لتدشين الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الخاصة بمشروع أثر. شكراً لحسن استماعكم. تتكرم صاحبة السمو الملكي بتدشين مشروع أثر. صاحبة السمو الملكي، الحضور الكريم، نصل الآن للحظة التي ننتظرها جميعاً، واسمحوا لي أن أعلن الفائزين بالجوائز.
ونبدأ بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة في دورتها الثانية، حيث فاز فيها عن فئة القطاع العام مكتب محامي الدفاع العام جمهورية البرازيل الاتحادية، الذي اعتمد برنامجاً وطنياً لمواجهة العنف الأسري عبر توسيع وحدات مساعدة المرأة في ولاية باهيا البرازيلية لتوفير الحماية الطارئة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً. والآن ننتقل لفئة المجتمع المدني، وفاز فيها مؤسسة روكو نيجري للتنمية المتكاملة للمرأة من جمهورية أوغندا، وهي منظمة نسائية تعمل على تعزيز حقوق ورفاهية النساء والفتيات المعرضات للفقر والعنف الأسري. أما الفائز من القطاع الخاص فهي شركة دي أوليفيت العالمية من جمهورية نيجيريا، حيث تعمل الشركة على الابتكارات في مجال الطاقة النظيفة لتصفير المخلفات الناتجة عن استخدام الحطب كمصدر للطاقة في الأحياء الريفية لرفع مستويات جودة حياة المرأة والأسرة. أما عن فئة الأفراد فقد فازت السيدة نوال سيد مصطفى عطية من جمهورية مصر العربية، وهي ناشطة ذات باع طويل في مجال حقوق السجينات وأطفالهن، وتسعى من خلال قلمها الصحفي وإسهاماتها الفردية لتحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية. والآن مع الإعلان الفائزين بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في دورتها السابعة. أولاً، القطاع العام، فئة الوزارات والهيئات. وزارة الصحة لتميزها في إدماج احتياجات المرأة ضمن الخدمات المؤسسية أثناء الجائحة. القطاع العام، فئة المؤسسات الرسمية. صندوق العمل تمكين، حيث تميزت استراتيجيته المؤسسية بمراعاة كافة عناصر التوازن بين الجنسين لرفع تنافسية المرأة. ثانياً، القطاع الخاص، فئة الشركات الكبيرة. شركة نفط البحرين بابكو، التي بادرت بإنشاء مجلس يعنى بمتابعة تكافؤ الفرص ورفع مشاركة المرأة في بيئة العمل. القطاع الخاص، فئة الشركات المتوسطة. شركة ممتلكات البحرين القابضة، التي تميزت إسهاماتها على زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المنضوية تحت مظلتها. القطاع الخاص، فئة الشركات الصغيرة. شركة صادرات البحرين، لتميزها في تقديم حلول وخدمات متنوعة ترفع من نسبة دخول المرأة للأسواق العالمية. ثالثاً، فئة مؤسسات المجتمع المدني. جمعية السكري البحرينية، لتميز برامجها ومشاريعها المخصصة لرفع جودة حياة المرأة، وخصوصاً في مجال الوعي الوقائي. رابعاً، فئة الأفراد. الدكتورة أمل عبد الرحمن الجودر. الدكتورة أمل كما نعلم ذات مسيرة طويلة في مجال
رفع الوعي بالأنماط الصحية السليمة، وتتميز بإسهاماتها ونشاطاتها المجتمعية في هذا المجال. والآن الإعلان عن الحائزات على امتياز رائدة الأعمال البحرينية الشابة في دورتها الرابعة: فاطمة إبراهيم الأنصاري، ويتبنى مشروعها تقنيات الواقع الافتراضي لتقديم تصاميم هندسية تواكب مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة. دكتورة سارة مؤمن الريفي، أسست مركزاً متخصص لتقديم الخدمات الجراحية والعلاجية وتشخيص سرطان الثدي المبكر داخل وخارج البحرين. مريم عبد الرحمن المنصوري، صاحبة أول معمل في مملكة البحرين لصناعة المنتجات النباتية المبتكرة. دكتورة مي إبراهيم مطر، أسست منصة إلكترونية. أسست منصة إلكترونية توفر خدمات تشخيصية عالية الجودة لتحليل وتشخيص الأشعة عن بعد. حصة فلاح البن فلاح، أسست مشروعاً هندسياً للتصاميم الداخلية يديره كادر بحريني نسائي، تصاميمه مستوحاة من فنون العمارة البحرينية. لولو عبد الرحمن المناعي، أسست علامة تجارية بحرينية لتصنيع الحقائب باستخدام الجلد الطبيعي. والآن تتفضل صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بأخذ صورة تذكارية مع مجموعة من الفائز. أولاً الفائزون بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة. ثانياً الفائزون بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية. ثالثاً الحائزات على امتياز لرائدة الأعمال البحرينية الشابة. وتتفضل الآن المؤسسات والجهات الداعمة لتنفيذ مشروع النصب التذكاري للمرأة البحرينية أثر. وختاماً نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة راعية الحفل حفظها الله، والشكر لكافة الداعمين والمساهمين في تنفيذ هذا الصرح التذكاري، كما نبارك للفائزين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا معا مراسم الاحتفال بافتتاح نصب المرأة البحرينية أثر وتسليم جوائز ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة المحلية والعالمية في الحفل الذي أقيم بمناسبة يوم المرأة البحرينية تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، والذي حمل هذا العام عنواناً جامعاً وشاملاً للإنجازات المتجددة لنساء البحرين تحت مظلة شعار المناسبة الرئيسي قرأت تعلمت شاركت، وهو شعار ينطلق من عراقة البدايات المبكرة للمرأة البحرينية ويواصل تحليقه في سماء مشاركتها الواعدة والطموحة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وفي بداية هذا اللقاء اسمحوا لي باسمكم أن أرحب بضيوفي الكرام سعادة وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد ممثل القطاع العام فئة الوزارات والهيئات. يا أهلا وسهلا فيك سعادة الوزيرة. أهلا وسهلا فيك وأشكر لكم استضافتي في هاي البرنامج، وأتقدم باسم آيات الشكر والامتنان لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة أهل البلاد المعظم حفظها الله لتفضلها بهذه الجائزة اللي تعكس الدعم غير المحدود لتمكين المرأة البحرينية وتعزيز وترسيخ دورها في مسيرة العمل الوطني والجهود الوطنية للارتقاء بمملكة البحرين، وإن شاء الله دائما جهود مشتركة لخدمة وطننا بإذن الله. وإحنا نبارك لكم فوزكم بالجائزة عن القطاع العام فئة الوزارات والمؤسسات، تستاهلون بعد الجهد الكبير اللي قام به القطاع الصحي مؤخرا راح نتكلم فيه إن شاء الله. أيضا أرحب بضيفي الكريم سعادة السيد خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة ممتلكات القطاع الخاص الفائز بالجائزة فئة الشركات المتوسطة. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. اولا احب اشكركم على استضافتي في البرنامج، ويعني اثني على الكلمات اللي قالتها سعاده الوزيره. شكرنا الى صاحبه السمو الاميره سبيكه بنت ابراهيم ال خليفه وعلى تشريفنا الصراحه بهذه الجائزه وتحفيزنا على اداء الافضل ان شاء الله في السنوات القادمه باذن الله. نبارك لكم الفوز بالجائزه، وايضا نبارك لسعاده الدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركه بابكو ممثل القطاع الخاص فئة الشركات الكبيرة الفائزة بالجائزة. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا، وبدوري بعد أشكر صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة أهل البلاد المعظم على إعطائنا شرف مثل ما تفضل أخوي خالد، شرف وجودنا في هالاحتفالية الكبيرة وتشريفنا، تشرفنا بالحصول على هذه الجائزة في قطاع القطاع الخاص. جدد لكم طبعا التهنئة بهذه الجائزة والفوز بها. دكتورة، الجائحة كان للقطاع الصحي دور كبير فيها، وفي قلب القطاع الصحي كان للمرأة البحرينية وحتى من غير البحرينية أيضا، المرأة بشكل عام العاملة في القطاع الصحي كان لها دور كبير أثناء الجائحة. يكفي أن نقول بأن تقريبا يعني القطاع الصحي 69% من العاملين فيه هم من النساء، المرأة البحرينية لها دور كبير في هذا القطاع، ولله الحمد المرأة البحرينية قامت بدور كبير أثناء الجائحة.
ساهموا لله الحمد في تخفيف تبعات هذه الجائحة على المستوى الصحي. بعد تخطي المرحلة الصعبة الآن من الجائحة وبعد أيضا إعادة تنظيم القطاع الصحي، ما تأثير ذلك على مشاركة المرأة سواء في يعني عاملة في القطاع الصحي أو مستفيدة من الخدمات التي يقدمها هذا القطاع؟ بفضل من الله تعاملت مملكة البحرين مع جائحة كوفيد 19 بتميز وكفاءة عالية ومنقطعة النظير. تمت الإشادة فيها على في المحافل الإقليمية والعالمية، وكان للمرأة كشريك فاعل في هذا الإنجاز ضمن الجهود الوطنية في فريق البحرين دور بارز وأساسي من خلال تواجدها في المواقع المختلفة، سواء كانت مواقع الفحص أو المواقع العلاجية، مواقع العزل، وضع الخطط الاستراتيجية في غرفة العمليات، في العناية المركزة، وأيضا ضمن الفريق الوطني للتصدي لجائحة كوفيد 19. نعم. هذا على الصعيد كممارسين خدمات صحية. أيضا كان لها دور فاعل كأم وأخت وزميلة وشريك في المجتمع، يقوم بدوره الوطني وتحمل مسؤوليته تجاه وطنه كدور أساسي. وطبعا اللي مكن هذه المرأة ومكني كامرأة بحرينية كان لي الشرف في العمل مع كوكبة من النساء في إطار فريق البحرين لخدمة كل مواطن ومقيم على أرضنا الحبيبة، هو الدعم غير المحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. نعم. والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وفق استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة تبناها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم. نعم. ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله. كل هذا جعل المرأة تقوم بدور مميز في رفض المسيرة التنموية ومستمرة في عطائها إن شاء الله في خدمة. نعم. الوطن. وإحنا يعني لابد أن نشيد بدور المرأة خلال الجائحة، رأيناهم في الصفوف الأمامية، رأيناهم في يعني الأدوار القيادية في من خلال اللجنة الوطنية العليا، ومن خلال أيضا مثل المؤتمرات الصحفية، من خلال قيادة المراكز الموجودة للعزل والإيواء وما إلى ذلك. كانت المرأة البحرينية والمرأة بشكل عام أيضا، لأن كان هناك أيضا يعني ممن هن غير بحرينيات أيضا كانوا لعبوا أدوار كبيرة جدا. لكن جميعا كل الشكر والتقدير، البحرين ستذكر يعني هذا الدور دائما بإذن الله. أستاذ خالد، في القطاع الخاص دائما كان هناك تحديات أمام المرأة، ويمكن منذ بداية يعني تأسيس المجلس الأعلى للمرأة وحتى منذ العام 2008 لما جاءت هذه الجائزة، كان دائما هناك هاجز المرأة في القطاع الخاص، ولكن ولله الحمد وبالأرقام اللي شفناها في يعني خلال حفل إعلان الجوائز بأن تضاعفت عشرات المرات وليس مرة واحدة التواجد النسائي والأدوار النسائية، سواء العاملة في القطاع الخاص سواء الأدوار القيادية في القطاع الخاص. لو تحدثنا عن أبرز السياسات واللوائح الداخلية اللي تم تطويرها لدعم الموظفين والموظفات تحديدا للتوفيق بين المتطلبات المهنية والأسرية. طبعا أنا دائما معجب بالمرأة، لأن هي تقدر، وإحنا في ممتلكات وفي شركات ما نميز في توظيفنا بين الرجل والمرأة، وأنا دائما معجب لأن المرأة لما تداوم في الشغل في العمل قادرة أن هي تكون لها كفاءة يعني تساوي الرجل، وفي بعض الأحيان تكون أكثر من الرجل. ودائما أذكر الرجال عندنا أن هذه المرأة أيضا عندها مسؤوليات لما ترجع المنزل، ولكن لا يأثر على عملها وهي معانا في الدوام في العمل. فإحنا لازم ناخذ في الاعتبار بعض المسؤوليات اللي الأمهات ممكن يجدونها في عملهم أو في واجباتهم. فإحنا بعض الأمور اللي بتساعد على الموازنة بين أدائها في العمل واحتياجات الأطفال ممكن في البيت، إن إحنا تعدينا احتياجات أو اللوائح اللي أصدرتها قانون العمل من خلال وزارة العمل. كان القانون يفرض على أن يكون إعطاء النساء ساعتين رعاية بعد الولادة في أول سنة وساعة في ثاني سنة. إحنا
فضلنا أن نعطي ساعتين رعاية في السنتين. أيضا من ناحية التأمين الصحي رفعنا السقف إلى بعض المميزات اللي ممكن تقدمها المرأة. ما نميز من ناحية التأمين الصحي، الزوجة ممكن يغطيها التأمين لزوجها وعيالها وأطفالها، ونفس الشيء ينطبق إلى الرجل. بس يعني الإتاحة الفرصة للمرأة ما نحتاج نميز، المرأة عندها الكفاءة بدون أي حاجة، مثل ما ذكرت الأستاذة هالة، ما نحتاج أن نصدر كوتا أو أي شيء من هالقبيل، فقط إيجاد بيئة عادلة، إيجاد بيئة عادلة، إعطاء هالفرصة. وأنا ألاحظ في عملهم يعني أن أهم في أكثر الأوقات يعني أهم بجدارتهم يوصلون إلى المراكز العليا. كيف نعكس كل هالكلام وهو كلام جميل جدا في نسبة وجود المرأة وتمثيلها في المناصب القيادية لديكم؟ في ممتلكات يعني الفريق التنفيذي مكون من 6 أشخاص، وأضم نفسي إلى هالست أشخاص، 4 منهم نساء. يعني إحنا 2/3 الإدارة التنفيذية نساء. سهى كرزون رئيسة القسم المالي، رشا سبكار رئيسة القسم لإدارة الكوربريت سيرفيسز، رانيا الشراوي رئيسة الاستراتيجية، وعندي مروة السعد رئيسة قسم الموارد البشرية. 4 من 6 نساء وصلوا بجدارة. ننظر إلى أيضا مراكز فوق 60%، 67% فوق 60%. نعم. وأيضا لم يكن هناك خطة، فعلا هم وصلوا إلى المراكز بجدارتهم. إيجاد البيئة العادلة التي تستطيع المرأة الكفوة فيها أن تصل لما تستحق هو المطلوب، وليس إيجاد كود تفرض وجود المرأة. هذا كان شعار مجلس الأعلى للمرأة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والذي يعني رفعته صاحبة السمو الملكي حفظها الله. أنتقل لك دكتور عبد الرحمن، في يعني قطاع النفط والغاز هناك تواجد يعني مهم للمرأة بنسبة 12% من العاملين في مثل هذا القطاع، اللي كان في السابق يمكن حكرا على الرجال بشكل كبير. 700 تقريبا من عدد الموظفات هم من النساء. في شركة بابكو 370 من يعني موظفة وعاملة بنسبة 20% من الموظفين، 20% من الموظفين البحرينيين في الشركة. لو تحدثنا عن يعني السياسات والمبادرات اللي قمتوا فيها، واللي أيضا ساهمت برفع نسبة تواجد المرأة عاملة موظفة وأيضا في المراكز القيادية في الشركة. شكرا. يمكن من أصعب القطاعات قطاع بالفعل الصناعة، النفط والغاز، بالفعل لانخراط المرأة في جميع أعمال و أعمال الشركات في هذا القطاع. ولكن إحنا أخذنا في قطاع النفط والغاز وفي شركة نفط البحرين المسؤولية على أساس إحنا متواجدين كمسؤولين لتنفيذ وتحقيق رؤى القيادة العليا في البحرين، وتحقيق رؤاهم وطموحاتهم لإعطاء المرأة حقها، يعني ما نزيد أكثر من حقها وعطاء الحق. ففي أول شركة تخلق مجلس الأعلى لتكافؤ الفرص في الشركة، وعادة في الشركات هو لجان، ولكن احنا خلقنا مجلس لتكافؤ الفرص برئاسة الرئيس التنفيذي شخصيا. نعم. على أساس أن أضمن تنفيذ جميع توجيهاتنا وأنظمتنا على المرأة. المرأة مثل ما تفضلت سعادة الوزيرة وأخي سعادة الأخ خالد، إن المرأة ما تحتاج تمكين، المرأة متمكنة جدا، تحتاج فقط بيئة عادلة، بيئة تحتضن تدريبها وتأهيلها وإعطائها الفرصة لكي تبدع. وهذا اللي ما فعلناه في شركة نفط البحرين. أخذنا معايير الجائزة، أخذنا الأنظمة والمعايير اللي يحكمون في أداء المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة، وأخذنا كخارطة الطريق بالنسبة لنا لضمان وجود وعطاء المرأة هذه الإمكانية وتحقيق العدالة في جميع الوظائف. نعم. بالطبع
في قطاع يعني كان من التقليد أن المرأة تكون في دائرة شؤون الموظفين، في المحاسبة، في تقنية المعلومات، ولكن اليوم أؤكد لكم أن المرأة البحرينية هي مهندسة، هي مشرفة، هي عاملة. وآخر خطوة أخذناها فتحنا المجال، وإحنا أول مصفاة في الخليج العربي ويمكن في الوطن العربي بأكمله تفتح المجال لتوظيف النساء في كمشغلات في المصنع ليشتغلون جنبا إلى جنب مع الرجل في تشغيل أعقد وأحدث المعدات. ثاني شيء لقيت صعوبة دكتور خاصة في إدماج المرأة في مثل هذا القطاع اللي كان تقليديا لنقل نمطيا كان هو حكرا على الرجال؟ لا تتصور حماس بناتنا المتخرجات والفنيات في الانخراط في هذا العمل، فقط كانوا يحتاجون أن نفتح الباب لهم. واليوم المرأة البحرينية في دائرة الصيانة عندنا تسوي عمليات الصيانة على أضخم المعدات الموجودة في البحرين. اليوم عندنا أكبر مشروع في تاريخ البحرين ألا وهو مشروع تحديث المصفاة ب$7 بليون. المرأة البحرينية عندنا أكثر من 120 مهندس، مهندسة إدارية فنية في تقنية المعلومات يشتغلون في هذا المشروع لكسب الخبرة ومن ثم الاستدامة في عملية تشغيل هذه الوحدات والمصانع اللي قاعدين نبنها على نطاق، وبعضهم فيها تقنيات يمكن إحنا المصفاة الثالث أو الرابع في العالم اللي يكون عندنا، ولكن احنا نضمن ان شاء الله. وهذه كانت توجيهات القيادة ان المصانع نقدر نشتري يعني ميزانية وفلوس، ولكن الاهم هو تدريب العنصر البحريني من الرجال والنساء. فاليوم اضمن لكم ان في قطاع النفط والغاز ليس هناك اي تمييز في اي اختصاصات من اختصاصات عملنا بين الرجل والنساء، وكذلك في عملية الترقيات. أنا أؤيد أخوي سعادة الأخ خالد أن المرأة توصل إلى المكان اللي وصلت إليه اليوم في شركاتنا وفي مؤسساتنا بكل جدارة بكل جدارة. وأنا أتشرف أن يكون نائب الرئيس التنفيذي في شركة بابكو امرأة فاضلة أستاذة عفاف زين العابدين وصلت بكل كفاءة، وهي أول امرأة في قطاع النفط والغاز توصل إلى هذه الدرجة في الشرق الأوسط. فنفتخر في البحرين أن احنا دائما نبادر ونعطي الفرصة للمرأة البحرينية أن تتبوأ وتعمل وتوصل إلى المكان اللي يجب أن توصلها بكفاءتها. نعم. وهذه شاهدنا حتى في توجيهات القيادة الرشيدة اليوم، عناصر نسائية عديدة في الوزارات كوزيرات ومنهم سعادة الوزيرة، في السلطة التشريعية أيضا بغرفتيها، ما بين من وصلنا بانتخاب الشعب وهذه ثقافة الشعب اليوم، أو بالتعيين 23% من يعني نسبة وجود المرأة في السلطة التشريعية. إذا كان وجود المرأة في القطاع الصناعي ربما يعد تحدي ويعد شيء جديد، لكن وجودها في القطاع الصحي هو أصيل وقديم. يكفي أن نقول أول ممرضة بحرينية من العام 1941، يكفي أن نقول بأن نسبة النساء البحرينيات العاملات أو المرأة في القطاع الصحي تشكل 69% من المجموع العاملين في هذا القطاع، وهي النسبة الأغلب أكثر من الثلثين أيضا نكرر هنا. ما هي أهم السياسات يعني الداعمة للتوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة اللي قامت بها الوزارة والتي مكنتها من الفوز بالجائزة؟ طبعا أكرر فخري واعتزازي بالفوز اللي حصلت عليه وزارة الصحة، وهو خلاصة عمل تراكمي قامت في لجنة تكافؤ الفرص في وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة والفرق الداعمة
في القطاع الصحي، خلاصة عمل عام متكامل حرصت فيه على التأكد من وجود التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة للتنمية والتأكد من تبوء المرأة للمناصب القيادية والارتقاء بشكل عادل وشفاف من خلال الكفاءة والتميز اللي والجهود اللي تقوم فيها المرأة ووضع آليات لرصد هذه الجهود وإعطاء مبادرات وسياسات تمكنها من القيام بالبرامج التدريبية وتدريبها التدريب اللازم وتزويدها بالموارد اللي تمكنها وتدعمها في القيام بدورها. فعلى سبيل المثال للحصر كان للمرأة دور كبير جدا في برامج التطبيب عن بعد، واللي ساهمت خصوصا في فترة الجائحة ومنها التأهيل والدعم، تقديم الدعم النفسي للممارسين الصحيين بالإضافة للمستفيدين من الخدمات. أضف إلى ذلك دورها المميز والأساسي في برنامج المدن الصحية، واللي مملكة البحرين حصلت على العديد من التميز والإشادات الإقليمية والعالمية فيها، بالإضافة إلى برامج أخرى ومبادرات تتعلق بالقيادات الصحية الصغر. نعم، تعزيز حتى الحياة لكبار السن، تعزيز جودة الحياة لكبار السن. نعم، وهي أيضا من المبادرات اللي تبنتها وزارة الصحة. فهنالك العديد من المبادرات اللي تتأكد لجنة تكافؤ الفرص أنها تتماشى مع الخطط الوطنية للنهوض بالمرأة والقيام بدورها في رفض المسيرة التنموية لمملكة البحرين. نعم، خاصة في هذا القطاع الحيوي. نعم، والمهم، واللي مثل ما كررنا كثيرا بأن تلعب فيه المرأة دور كبير ومهم جدا، والكفاءة هذه مكنتها أيضا من الحصول على الثقة المجتمعية. صحيح، وأهلتها للقيام بدور رائد خلال فترات والحقب السابقة واللي مستمرة فيها، وإن شاء الله ستستمر في الريادة في مملكة البحرين بإذن الله. سخاد، تكلمنا عن دور المرأة ويعني وجودها في المناصب القيادية لديكم، لكن ما هي مبادرات وخطط ممتلكات لتعزيز دور وتواجد المرأة في التخصصات النوعية وأيضا في مجال على سبيل المثال إدارة الأصول الاستثمارية وفي مجالس الشركات المنضوية تحت ممتلكات؟ طبعا مجال الاستثمار، إذا أنا يعني قضيت 20 سنة في البنوك قبل ما ألتحق بمجلس التنمية ومن ثم ممتلكات. نعم، عدد النساء في القسم أو في القطاع الاستثماري قليل نسبة إلى بعض القطاعات الأخرى، فكان من اهتمامنا كيف نشجع مشاركة النساء في هذا القطاع. فيعني من الأمور، طبعا احنا عندنا نسبة جيدة توصل إلى تقريبا 30% في القطاع الاستثماري، ولكن نعم، عندنا نية أن يكون في زيادة إعطاء الفرص الإضافية. العامل المهم، وأنا تحدثت مع أحد المدراء في أمريكا في قطاع الاستثمار يدار من قبل النساء وعندهم نسبة كبيرة، قالوا لي المثال والقدوة مهمة. المرأة لما يكون حول مدارها نساء ثانيين يشجعونها أن هذه مجال مفتوح للنساء، فاليوم نبتدي بعشرين أو ثلاثين في المئة، ممكن بكرة النساء نفسهم يشجعون النساء أن يدخلون في هالمجال. بس عندنا نساء في إدارة المخاطر، هذه أيضا قسم عادة ما تشوف نساء فيه. عندنا حميدة الشبيب هي أحد الرؤساء في إدارة المخاطر. عندنا في قسم المالي تترأسه سهى كرزون وهي من المدراء التنفيذيين. لما نأتي إلى القطاعات الثانية، مؤخرا عينا دلال القيس كرئيسة تنفيذية لبنك البحرين للتنمية، أيضا تكون قدوة. يعني افتقدنا للعامل النسائي في القيادات في البنوك، مع أن إحنا يعني من أكبر القطاعات اللي عندنا قطاع المالي. صحيح، وصلت إلى هالمنصب جدارة، لم ننتخب أن نجد مرأة، ولكن من ضمن الخيارات اللي كانت متاحة لنا وجدنا مرأة بحرينية قادرة أن تقوم بهالدور، وعضوة عندنا في مجلس الإدارة، هي صباح المؤيد من أوائل الرؤساء التنفيذيين في البنوك البحرينية. فيتخيل لي الاهتمام وإعطاء الفرص مثل ما ذكر الأخ عبد الرحمن، وإعطاهم الفرصة ويعني تقديم قدوة تشجع النساء لدخول هذا القطاع، يعني ويحتاج إلى سنوات، بس إحنا متفائلين بالمستقبل في قطاع الاستثمار.
بإذن الله. ويمكن هذا القطاع من القطاعات اللي أيضا المرأة يعني بإمكانها أن تلعب دور كبير فيه. ووجدنا مثل ما تقول هذه القيادات راح تفتح الباب الآن لكل امرأة، لكل شابة، أنا أيضا أستطيع أن أصل لما وصلت إليه، هذه هي القيادية في المجال المصرفي. فتح الباب إذن، وكل هذا يأتي من المبادرات التي يعني أطلقتها صاحبة السمو الملكي. في مثال في مثال يشجع الآخرين أن أيضا يطمحون إلى هالمنصب. في المثال اللي يحتذى به ويمكن أن تطمح يعني غيرهن من الفتيات ومن العاملات بالوصول إليه. ذكرت قبل قليل أستاذ جواهري بأن هناك دور مهم لوجود الإدارة التنفيذية في إدارة ملف يعني التوازن بين الجنسين وتكافؤ يعني الفرص بين الجنسين. ما أثر ذلك على الأداء الوظيفي أيضا، ليس فقط على تحقيق العدالة في بيئة العمل ولكن أيضا على الأداء الوظيفي؟ أكد لك أخوي علي أن أول شيء من أهم استراتيجيات اللي اتبعناها إعطاء رئاسة شؤون الموظفين والتوظيف إلى امرأة لضمان أن المرأة حتى خلال فرز الاستمارات والتوظيف هناك مرأة أن تكون عادلة بإعطاء المرأة حقها. ثاني شيء أن التدريب والتأهيل، عندي أفضل 3 كفاءات نسائية يديرون البعثات التدريب والتأهيل في شركة بابكو لأكثر من 3000 موظف موظفة عنصر نسائي. من ثم المالية، النساء فيهم طب حرصهم على الصرف مثل ما أخوي أستاذ خالد ذكر أنهم يبدعون في الاستثمار، عندهم قدرة والإدارة والتدقيق والمحاسبة. نعم، فهذه الشيء الثاني صحيح اللي سويناه. ومن ثم يعني حتى اليوم المواطن البحريني مواطن مثقف وواعي جدا، وانعكاس هذا الثقافة هو في الانتخابات الحرة اللي شفناها اليوم. 8 نائبات بما فيهم دائرتي من عنصر النساء، امرأة تمثلني في مجلس النيابي اليوم، ومنهم من وصل من الجولة الأولى. الجولة الأولى نعم، نعم الجولة الأولى. فهذه يدل على ثقافة المواطن البحريني، ومن ثم ينعكس من المواطن البحريني هو الموظف في شركاتنا، هم نفس الأشخاص فثقافتهم عالية. يعني حتى في الدورة السابقة لنقابات عمال بابكو اللي أكبر شركة في البحرين، الرئيس كان امرأة، رئيس نقابة عمال في الدورة السابقة امرأة، اليوم نائب الرئيس في نقابة عمال بابكو امرأة، منتخبينها بزملاء يعني العنصر النسائي ليس الأكثرية، فبالتالي من وصلوا إلى ما وصلوا إليه بأصوات الرجال، بأصوات الرجال، بثقة الرجل البحريني إن نعم الامرأة تستطيع أن تخدم الرجل والمرأة. نعم، بدون تحيز أو بدون أي. وهذه الثقافة اللي قاعدين نخلقها. ذكرت عن الإنتاجية اللي هالسنة بسبب هذه التغييرات اللي عملناها في قطاع النفط والغاز وفي شركة بابكو بالأخص، أفضل سنة في تاريخ الشركة، 90 سنة، من ناحية الإنتاج، من ناحية السلامة، ومن ناحية الربحية. ربحية ليس فقط بسبب أوضاع السوق ولكن بسبب إنتاجية وحفاظ الموظفين على عمليات التكرير في مصانعنا. وصلنا إلى أعلى نسبة تكرير في تاريخ البحرين في مصانعنا اللي عمرها بعض الوحدات عمرها 90 سنة إلى الآن تعمل. وهذه كلها ناتج عن البيئة الصحية اللي قاعدين نخلق لهم للموظفين والموظفات تكون عادية. المرأة موظفة، الرجل موظف، مثل ما ذكرت سعادة الوزيرة والأخ خالد، إن لازم نخلي الأمور تكون طبيعية. وطبيعة المواطن البحريني من جنسين هو احترام بعض،
والعمل مع بعض بدون حساسيات، بدون تمييز. صحيح. بدون صحيح. والحمد لله قاعدين نقطف ثمار هذه الثقافة اللي لمجلس الأعلى للمرأة دور كبير. يعني يجب أن نستدرك أن خلال 20 سنة الماضية تحولت بحرين إلى دولة ثانية بكل أمانة. نعم لنا تاريخ عريق جدا في التمريض، في مجال التعليم، وزارة التعليم، في المحاماة، في ولكن العمل الخيري، مؤسسات انخراط مدنية، المرأة. نعم. اليوم في جميع مكونات. صحيح. العمل الاقتصادي والسياسي. نعم. ونؤكد بأنه بكل جدارة واستحقاق، وليس من خلال فرض أو كوتا أو ما شابه ذلك. بالضبط. الآن وبعد فوزكم بالجائزة دكتورة، ما هي خططكم المستقبلية من أجل دعم تقدم المرأة في المجال الصحي في كافة المجالات؟ طبعا تمثل الجائزة حافز للاستمرارية في العطاء وبذل المزيد من العطاء لتعزيز وترسيخ مكانة المرأة في وجهودها وإبراز كفاءتها في العمل في القطاع الصحي، وأيضا تشجيعها ودعمها على الإنتاج بكفاءة وإبداع وابتكار وخلق الفرص الواعدة وبيئة العمل الحاضنة اللي تمكنها لترسيخ هذا الدور وفق الاستراتيجيات الوطنية وضمن فريق البحرين اللي تتمتع فيه روح كل امرأة بحرينية على هاي الأرض المعطاء. نعم. نفس السؤال لك أستاذ خالد، ما هي خططكم مبادراتكم القادمة بعد الفوز بالجائزة من أجل دعم تواجد المرأة في هذا القطاع؟ طبعا احنا استراتيجيتنا الجديدة تتركز على أن نكون مساهم فعال في كل شركاتنا اللي تحت في محفظتنا، وهذه عامل شفناه أن الحوكمة ونوعية مجالس الإدارة لازم يكون في تنويع. فإحنا نرى أن من ضمن التنويع أن يكون الجنسين ممثلين في هذه المجالس، فعندنا اهتمام كبير على أن يكون في تنويع وجود المرأة في مجالس الإدارة. هاي من خطتنا المستقبلية. أيضا أن المرأة تكون رئيسة مجلس إدارة، أيضا أن نبرز قدوة تشجع الشركات الثانية أو إلى تشجيع النساء أنهم. فعيننا مؤخرا الأخت مها مفيز. نعم. أن تكون رئيسة مجلس إدارة مزاد، شركة مزاد. عندنا الأقل 2 إلى 3 نساء أيضا بجدارة وليس يعني بإفراض كوتا في شركة ألبا، في شركة بنك البحرين الوطني. أيضا عندنا محامية في شركة بتلكو. أيضا للتنويع، التنويع من ناحية وجود النساء، من ناحية الخبرات المتنوعة. فهذه خطتنا أن الحين نطبق التنويع ليس فقط في الإدارة التنفيذية، ولكن أيضا على مجالس الإدارة في الشركات اللي توصل إلى 50 شركة في محفظة الممتلكات. جميل. إذن سنجد إن شاء الله مستقبلا تواجد أكثر للمرأة في المناصب القيادية. نكرر عن جدارة واستحقاق بإذن الله. الأمر ينطلق عليكم أيضا دكتور، بما أن أنتم من يعني القطاعات اللي تجد المرأة ربما فيها تقليديا صعوبة الآن، وإن كان البعض قد يرى بأن 12% من الموظفين البحرينيين في قطاع النفط والغاز، 20% من الموظفين البحرينيين في شركة بابكو هم من النساء، قد تبدو الأرقام بسيطة، ولكن في هذا القطاع هي أرقام جيدة وجيدة جدا على المستوى الإقليمي، وقد نتكلم حتى العالمي دكتور. أكيد أكيد. وطموحنا إن شاء الله أن نشغل المصفاء الجديد، وبهالوحدات اللي جذبنا أفضل التقنيات الموجودة في العالم، وبأيدي عمالة بحرينية ومن ضمنهم العنصر النسائي أن يشغلون هذه المصانع وهذه الوحدات المعقدة جدا، ونكون أول دولة في الوطن العربي لها شرف أن هذه الكم من الاستثمار في هالقطاع، قطاع النفط والغاز، تدار وتشغل من قبل المواطنين البحرينيين من العنصرين النسائي والرجالي جنبا إلى جنب مع بعض. هذه بالطبع
حلمي وإن شاء الله بنحققها للقيادة بإذن يرى النور بإذن الله. أجدد لكم الشكر، أجدد لكم التهنئة بالفوز بالجائزة. أتمنى إن شاء الله لكم في السنوات القادمة أيضا مزيد من التقدم وحصد مزيد من الجوائز سواء كانت محلية أو عالمية فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين. شكرا جزيلا لكم. الشكر والتقدير والبارك للبحرين بأشملها وأكملها اليوم، يوم المرأة البحرينية، كل الشكر والتقدير. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. أيضا الشكر يجب أن يتوجه للقيادة الرشيدة، لأن كل ذلك ما كان ليكون لولا إيمان القيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، قيادتنا التي آمنت بالمرأة البحرينية ووضعتها على الطريق الصحيح لتصل لما تستحقه بكفاءتها وباقتدارها. أجدد لكم الشكر على المتابعة، نلتقي على بركة الله تعالى في سنوات قادمة لنحتفي من جديد بيوم المرأة البحرينية، ففي أمان الله.